هذه الحلقة مسجلة لكنها في غاية الأهمية، بتعني لك أنت شخصيا وبتعني لي، وموضوعها كتير 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 مهم. هل يغير الله كلامه؟ رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بعد قليل. أهمية هذا الموضوع هو بكل بساطة أنه لما بنتواصل عن طريق الويب أو عن طريق الفيسبوك، دايما بسمع تعبير أو كتابات اللي بتقول إنه هذا الكتاب محرف وهذا الكتاب اتغير وما فيش مصداقية. طبعا الاستغراب العجيب، رغم إنه أكثر كتاب في العالم مبرهن هو الكتاب المقدس، فحبيت بس أرد على أحبائي اللي أغلبيتهم طبعا من أحباء المسلمين اللي بيتساءلوا عن هذه التساؤلات، وفي نفس الوقت أستغرب إنه من أين جاءوا بهذه الفكرة. يعني إزاي، كيف انطبعت هالفكرة بأذهانهم إنه الكتاب المقدس محرف؟ وهل الله على كل شيء قدير؟ وهل الله يغير كلماته أو ما خرج من فمه؟ طبعا لا تبديل لكلمات الرب. فأنا بدعوك لمشاهدة هذه الحلقة الهامة، وإذا عندك أي تساؤل أي استفسار، الأرقام موجودة أمامك، فيك تتواصل معنا.